صباح الخير، أولى فقرات نهارك سعيد الخميس 20/10/2011. يا رب يكون يوم سعيد ونهاية أسبوع سعيدة على الجميع. بنفكركم اللي مش قادر يشوفنا دلوقتي ممكن يشوفنا على القناة بتاعتنا على اليوتيوب www.youtube/user/نهارك سعيد، وممكن يتواصل معنا على تويتر نهارك سعيد @twitter.com. هنبتدي اولى فقراتنا بفقره الصحافه مع استاذ عماد الدين حسين، مدير تحرير جريده الشروق. صباح الخير يا استاذ عماد. صباح الخير يا استاذ فادي. تعالى نشوف الاخبار. انا مش هعلق انا على اي حاجه في الاخبار، انا هسيب لحضرتك، لان احنا دايما بنقول ايه الاخبار تقيله، بس يعني يمكن الدنيا ايه. النهارده الخميس اول مره تبقاش في كوارث كتيره. ما يبقاش في تجهيز لمليونيه بكره. دلوقتي الناس بتجهز نفسها عشان الانتخابات، ولو ان الانتخابات مقلقه جدا، ويمكن لقاء اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي امبارح مع السيده منى الشاذلي ومع استاذ ابراهيم عيسى يمكن وضح نقاط كثيره، ولو ان في نقاط اكثر خفيه وعندنا عليها علامات استفهام. انت ايه رايك في انا لم يسعدني الحظ ان انا احضر كل اللقاء، كنت مرتبط بميعاد مسبق للاسف، لكن سمعت بعض جزء منه. اللي فهمته من الرساله ان الناس يعني كان في ما يشبه القرار ان اعضاء المجلس العسكري لا يتحدثون مع لا يخرجون مره اخرى الى الاعلام. خروجهم بالامس هو دلاله ان هم محتاجين يتكلموا مع الشعب، يعني محتاجين يتواصلوا مع الشعب، ودي رساله كويسه. معناها ان هم بيشعروا ان في شيء ما حصل غلط، ان في جزء من الثقه اهتز، خصوصا بعد حادث كارثه ماسبيرو. ويمكن التوقيت مهم المره دي. هو التوقيت هو البطل في المساله كلها، ان هناك ثمه شعور بان هناك مشكله. الخروج عن الناس ومصارحتهم بالحقيقه هذا شيء جيد. قد نختلف او نتفق حول فحوى ما قالوه حول اداء المجلس العسكري، لكن في كل الاحوال ان تخرج لتشرح الحقيقه للشعب فشيء ده شيء كويس، ينبغي ان يكون تخليد. ما ينفعش ان انا اقعد فتره طويله جدا ويبقى كل العلاقه بين المجلس العسكري اللي هو الحاكم البلاد والصحافه او عبر للشعب هو مصدر صرح مصدر عسكري. مصدر عسكري ده يسهل تاني يوم انك انت تنفيه فورا، لكن ان تخرج للناس وتقول لهم الحقيقه وتصارحهم بالحقيقه حتى لو كان سيئا فهذا تقليد جيد وهذه سياسه جيده، وبعد ذلك نتفق او نختلف، ونختلف في السياسه، لكن ما يبقاش فيه دم في الشوارع، ما يبقاش فيه قتلى، ما يبقاش فيه جرحى، ما يبقاش فيه لغه تخوين. هذه الفكره الجوهريه اللي انا وصلتني من لقاء الامس. طيب تعالى ناخد الاخبار بالترتيب من الاهرام. الصفحه الاولى، اللواء سامي عنان لوفد الكنيسه، محاسبه المتورطين في احداث ماسبيرو. والشروق، الصفحه الاولى، المتحالفون يتناحرون على رؤوس القوائم. والاهرام، الصفحه الاولى رجعنا لها، الوفد ينفي ضم فلول الوطني وتصدع جديد بالكتله المصريه. والشروق، الصفحه الاولى، خبر ثاني، مصدر قضائي، قانون افساد الحياه السياسيه لن يصدر قبل نهايه نوفمبر. والمصري اليوم، الصفحه الاولى، المحامون يهددون بثوره ضد قانون السلطه القضائيه والقضاه يتهمونهم بالبلطجه المخططه. ومن نفس الصفحة، عمال المصرية للاتصالات يهددون بقطع الانترنت الاسبوع المقبل. واخر خبر الاهرام، الصفحة الاولى، التحقيق مع علاء وجمال مبارك في جرائم غسل اموال بسويسرا. نبدأ عناوين سياسية. يعني هي الكويس فيها انه ما فيش مليونية بكرة. يعني الحمد لله انه ايه الناس بتفكر دلوقتي ازاي تنزل الانتخابات. افضل، بس يمكن لسه علامه استفهام كبيره جدا فاضل عليها 48 ساعه اللي هو قبل اغلاق الباب، انه هل قانون العزل السياسي هيصدر ولا لا، ولا هيبقى تفعيل قانون الغادر، ولا ايه اللي هيحصل. ما هو ده خبر رقم 4 من الشروق، اللي هو مصدر قضائي، قانون افساد الحياه السياسيه لن يصدر قبل نهايه نوفمبر. ده جاي في الطريق لانه جاي في سياق واضح. فاظن هيبقى فيه كلام كتير. طيب تعالى ناخدهم بالترتيب. اللواء سامي عنان لوفد الكنيسه، محاسبه المتورطين في احداث ماسبيرو. بالامس التقى الفريق سامي عنان مع وفد من الكنيسه، اظن 5 اعضاء، في مقر المجلس العسكري في حدائق القبه او في كوبري القبه. وده برضه تطور جيد، يعني بغض النظر الاول مجرد اللقاء ده امبارح، كما تعلم بعد حادث ماسبيرو حصل فيه فجوه وكلام كتير جدا والمأساة اللي حصلت وشفناها كلنا. في وفد من المجلس العسكري زار الكنيسة الكاتدرائية في العباسية قبل حوالي أسبوع. كده يبقى في رأب للصلاة. بالضبط. بالأمس يعني ما يشبه رد الزيارة،
وفي كلام حول يعني ما تمخض عن الاجتماع هو شيء جيد جدا انه حصل فيه حتى يعني غير الجزء النفسي المهم في رأب الصدع ويعني تقريب المواقف، انه قيل انه يعني تسرب من الاجتماع انه تم الاستجابة لبعض المطالب التي كانت تنادي بها الكنيسة فيما يتعلق بقانون دور العبادة، تم الاتفاق طبقا لما فهمت على الموافقة على سبيل المثال انه كان الحد الاقصى المسموح الحد الادنى المسموح به لبناء كنيسة في قانون دور العبادة الموحد ان يكون 1000 متر، تم تخفيضها الى 200 متر، تم الاكتفاء بفرض غرامة فقط على لو احد الاشخاص بنى كنيسة بدون ترخيص او بدون ما يبلغ عنها اجراءات رسمية، بدل الحبس تشيل الحبس بقيت الغرامة فقط. ده هيبقى في اطار ايه؟ في اطار قانون لدور العبادة المسيحية لوحده يعني خلاص يعني هو هل تم رفض بشكل نهائي فكرة قانون دور عبادة موحد خصوصا بعد التوصيات اللي صدرت من هناك جدل شديد في المسألة دي، يعني بدأ من بيت المؤسسة بيت العائلة اللي هي رفضت المسألة، ثم أول أمس المجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر قال إن احنا نرفض هذا القانون، وجهة نظرهم أن يعني ما يحكم عمل المساجد قد لا ينطبق بالضرورة على الكنائس، وأن هو فيه ربما أكثر من طائفة مسيحية، في جدل هل أعمل قانون موحد ينطبق على الجميع ولا أراعي خصوصية وحساسية وظروف كل دين أو كل طائفة. طب الإجراءات اللي حضرتك قلت عليها اللي هي دي في إطار يعني في إطار إيه؟ ده في الإطار الجزء الخاص بالكنائس، ما قانون أنا قصدي يعني هو ده سيتم تعديل القانون الحالي ولا هو مفيش قانون صدر جديده هو مفيش قانون صدر، هو هناك مشروع قانون تم الاتفاق عليه عقب كنيسه يعني ازمه كنيسه امبابه ما حدث في مايو الماضي، وتم الاتفاق على مجموعه من البنود في مشروع القانون. مشروع القانون ده وجه بمعارضه من الكنيسه لانها رات فيه الكنيسه القبطيه انه رات فيه انه لا يلبي كل طموحاتها، ثم كان هناك خلاف بين الطوائف المسيحيه لانه في متعلق بقرية على سبيل المثال لو هناك مثلا 1000 أرثوذكسي و100 كاثوليكي و10 إنجيليين كيف سيتصرف معهم؟ هل ستبني كنيسة لكل طائفة؟ في كان تفاصيل ويعني إجرائية. طب الارتفاعات اللي دايما كان عليها خلاف والخباب والصلبان في لم يرد ذكر هذا البند فيما تمخض عنه بالأمس، وقيل أن هناك بعض التحفظات، هناك بعض الموافقات على حاجات سابقة، بعض التحفظات وبعض الرفض. جيد ان ندخل في جدل ونتناقش ونصل الى صيغه، وانا من انصار انه عدم الاسراع الشديد جدا، يعني رغم ان قد ده يفاجئ البعض، لا نريد قانونا بين قوسين مسلوقا لارضاء الاخوه الاخباط الغاضبين دلوقتي على حساب ان انا اجي بعد كده اكتشف انه في مشكله ويطعن عليه بعدم الدستوريه. غير عدم الدستوريه، الاهم منها انه يبقى فيه توافق مجتمعي يدوم هذا القانون، حتى يعني احنا المفروض عايزين نحل مشكله كبيره جدا ومشكله قديمه جدا، فندخل فيها بتوافق مجتمعي وتلبي حقوق الاقباط وفي نفس الوقت تحفظ المجتمع تماسكه. نتمنى استاذ عماد نتمنى. خلينا نتنقل لتاني اخبارنا من الشروق، الصفحه الاولى، المتحالفون يتنحرون على رؤوس القوائم، واحنا هنا بنتكلم على الانتخابات البرلمانيه وفاضل يومين في المهله اللي مدها المجلس العسكري. المتحالفون اللي طبعا كما نعلم جميعا انه كان في امال عظيمه على التحالفات الانتخابيه، للاسف الشديد جزء كبير منها يعني تبخر وتمخض الجبل فولد فأرا كما يقولون، انتهت كثير، بعض التحالفات انهارت، بعض التحالفات تصدعت، ووصل الامر ان التحالف اللي بدا ما اعرفش بكام 40 حزب انتهى الى 10 او 12 ومعظمها قوى صغيره، لكن في كل الاحوال علينا أن ندخل الانتخابات، علينا أن نبني يعني نظام قدر الإمكان ديمقراطي، قد لا نتمكن يعني أن المجلس المقبل يعكس حقيقة القوى السياسية الموجودة على الأرض نظرا. طب أخبار القوائم إيه اللي تقدمت لغاية دلوقتي؟ يعني أنا على حد معلوماتي كان لغاية امبارح أو أول امبارح كان في قائمة واحدة. لا أظن امبارح وصلوا 17 قائمة. 17 قائمة. من هنا لحد يوم 22 ممكن كل لحظه، لان هي جوهر الخبر نشرها الشروق في الغد ان هو الخلاف كله بين القوى المتحالفه حول من يكون اول القائمه. كما تعلم طب ما حقيقه انه الاخوان قيل انه هم حاولوا ان هم في الائتلاف اللي هم كانوا عاملينه انه يعني يحطوا قياداتهم على رؤوس القوائم، وعشان كده الاحزاب اختلفت معاهم
وبالتالي نزل الاخوان بكل تقلهم. حتى دكتور احمد ابو بركه بساله امبارح بقول له انتوا كنتوا وصلتوا 65%، طب انتوا دلوقتي موقفه الليل احنا بننافس على كل مقاعد البرلمان. تمام. ايه حقيقه يعني، هل ده نوع من الدعايه الانتخابيه ولا ده دعايه سياسيه ولا ده نوع من استعراض القوه ولا ايه بالظبط؟ هقول لحضرتك، اولا طبيعي جدا يبقى في خلاف في القوة، وطبيعي جدا ان يسعى كل حزب وكل قوة سياسية وكل كتلة ان تكون هي الاولى، لانه في الانتخابات بالقائمة ما سيحدث كالاتي. هنفترض ان التصور المبدئي للتحالف اللي هو فيه الاخوان المسلمين هيقعد 50% من المقاعد، فلما انا انزل مثلا القائمة بتاعتي في مثلا دايرة اصلي بالقاهرة، والدايرة دي فيها انا بنزل 10 في القائمة بتاعتي، فلو انا قوتي التصويتيه في هذه الدايره 50%، لو هاخد نص الدايره دي فهاخد اول 5 مقاعد في القائمه. فالخمس قوائم في الخمس اسماء التانيين في القائمه اللي هحطهم مش هينجحوا. وصل لك الفكره؟ مش قوي. طيب فكره القائمه، انا حسب الكتله قائمه الاخوان المسلمين مثلا في اي دائره. لو الاخوان المسلمين خدوا 40% من القوى التصويتيه في الدائره دي، ها؟ هياخدوا 4 مقاعد من ال10، والستة هيروحوا للآخرين التحالفات والقوى الأخرى. فبالتالي أي شخص هيبقى رقم 9 ورقم 10 ورقم 7 و8 في هذه القائمة لن ينجح، مش هيدخل بالزبط. فبالتالي كل شخص بيحاول أن هو يكون نمرة 1 أو نمرة 2 أو نمرة 3 حتى يضمن الفوز في هذه المعركة. كان هناك، وده سبب أساسي لانفصال وانفصام عرى التحالف وعرى الكتلة.